على أعلى سلم الإصابات بكورونا تتربع الولايات المتحدة، الحالات بالملايين والانتخابات على بعد أسابيع واللقاح كذلك بحسب الرئيس. And we're within weeks of getting it. You know, could be 3 weeks, 4 weeks. قبل تحديد ترامب لهذا الموعد، كانت أسهم الديمقراطيين الحادة مستعدة. تصدر إطلاقها منافس الرئيس في الانتخابات جو بايدن والمرشحة معه لمنصب نائبة الرئيس كامالا هاريس. كلاهما شكك بكلام ترامب. He continued to lie about COVID-19. He doubled down on the catastrophic mistakes that he's made. And perhaps worst of all, he made clear that he still doesn't have a plan to bring us out of this crisis. I would trust a vaccine if the public health professionals and the scientists told us that we can trust it. خطاب برأي ترامب متهور ويستهدفه بشكل شخصي، لكن إذا ابتعدنا عن التلاسن السياسي، فالخوف أو ما يحاول الديمقراطيون تعزيز المخاوف من خلاله هو مدى أمان اللقاح المرتقب. شركات عدة تجري تجارب، اثنتان منها وصلتا إلى المرحلة النهائية وهي فايزر وموديرنا، والاثنتان صرحتا بأن نتائج لقاحيهما ستصدر نهاية العام أو بداية العام المقبل. فإذا كان الحديث عن لقاح الشركتين، فترامب عجل موعد إنتاجهما. أما إذا كان اللقاح المعني هو لقاح أوكسفورد أسترازينيكا الأسرع والأقوى حتى الآن في السباق، فالإدارة الأمريكية تدرس تجاوز المعايير التنظيمية للحصول عليه. البيت الأبيض أطلع مجلس النواب على هذه الخطة لتعارضها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومسؤولون آخرون. بكل الأحوال، الخطة ستتطلب موافقة شركة أسترازينيكا التي أكدت أنها ستسير بالمجرى القانوني لمنح اللقاح للولايات المتحدة. مع ذلك، عاد ترامب ليؤكد على سير العملية وأمانها. إذن ترامب واثق رغم كل هذا التشكيك بمدى قدرته على الوصول إلى مصل كورونا وبدء العمل به، والدليل هو أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها حث جميع الولايات على النظر في تخفيف الشروط المتبعة لتوزيع اللقاح في الأول من نوفمبر، أي قبل يومين من الاقتراع في الانتخابات.